السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم في الخير. اليوم هو اليوم العالمي للتطوع. وزارة الصحة أطلقت حملة بعنوان تطوعي صحة 2. الزملاء مشاركين في عدة مبادرات بمناسبة هذا اليوم، أبي أحاول أغطي جزء منها وإن شاء الله نلحق، لأن لازم كل الأنشطة تكون اليوم هذا. مبادرة نصلكم في سوق الأغنام، قياس علامات حيوية وتطعيمات على الإنفلونزا الموسمية وتوزيع هدايا على المشاركين. الهدايا عبارة عن حقائب شتوية تخلل ذلك توعية وتثقيف كادر طبي متكامل، طبيب وتمريض، مثقفين صحيين. هذه عينة من الهدايا تم توزيعها، قبو شرابات، قفازات ولفحة. المبادرة الثانية بعنوان جمعية صحية، وتستهدف الجمعيات الخيرية التي عندها مستودعات غذائية. تجميد لازم من سالب 18 تبريد من 1 إلى 4 درجة حرارة. طبعا هذه مذكورة عندكم هنا في الدليل هذا. المبادرة هي توعية وتثقيف لأمين المستودع لحفظ الأغذية في المستودعات بطريقة سليمة. يشارك في المبادرة التغذية والأمن والسلامة وصحة البيئة والمستودعات. المبادرة الثالثة بعنوان بصمة صحية في مدارس مجد العلوم الأهلية للبنين مرحلة متوسطة. ايش الحال؟ ليش ما تركز على الموضوع هذا؟ كثير من الشباب يقعون في مشكله تعاطي المخدرات. المبادرة السادسة في مركز أجيال لرعاية الأيتام بعنوان صحة وسلامة، وعبارة عن خطة إخلاء افتراضية. الآن بدأت الفرضية، طفو الكهرب. الآن يتم إخلاء الأيتام خارج المبنى. تم إخلاء مرحلة ابتدائي ثم متوسط ثم الثانوي. البروفة الأولى تمت خلال دقيقة ونص، والآن في بروفة ثانية وإن شاء الله الوقت راح يكون أقل. طبعا فريق طبي متكامل، أمن وسلامة، طاقم تمريضي، طبيب، كذلك الجودة. الآن في غرفة ثانية. الآن يرجع الطلاب لإعادة الفرضية مرة ثانية. خطة الإخلاء مهمة جدا، نحتاجها بكل مكان حتى في منازلنا. هذه فرز الحالات. الآن طبيب والطاقم التمريضي يفرزون الحالات، معهم شنطة إسعافات أولية. وبعد ما توجه قائد اللهب يمين ويسار لما تسيطر على الحريق. بعد ما تنتهي من طافية الحريق ترجع عن النار. الحين شوفوا الاتجاه، الهواء جاء هنا، نجي عكسه، نجي مع اتجاه الهواء. أنا أول تجربة.